مزيد من القراءة والمتابعة ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية. دكتور حامد، بعد التحية، يعني بالتأكيد دلالات سياسية هامة من حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر العربي بجامعة الدول العربية لدعم القدس. ما هي هذه الدلالات في ضوء الدور المصري الذي يقوم بتدعيم هذا المسار بشكل سلمي؟ أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا عدة دلالات ورسائل قوية أرسلها مؤتمر دعم القدس اليوم بمشاركة الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني وملك الأردن كدلالة واضحة على أن هناك دعما حقيقيا ورسالة واضحة لجميع الدول ولجميع القوى الدولية ولإسرائيل من أن هناك دعما حقيقيا للقضية الفلسطينية وأن هناك موقفا عربيا موحدا يتم صياغته وبلورته في ظل ما تعاني منه القضية الفلسطينية من تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة انعكس بشكل كبير على مجمل الأوضاع. الدولة المصرية تسعى بكل قوتها إلى إيجاد حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية. الرئيس السيسي ومنذ توليه الحكم في عام 2014 سعى بكل قوة إلى إيجاد حل سياسي شامل والعمل على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. أول كلمة لسيادته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014 أي بعد توليه الحكم بأشهر قليلة كانت خاصة بالقضية الفلسطينية. جميع المحافل الدولية كانت كلمة الرئيس السيسي في المقام الأول هي كيفية إيجاد حل سياسي وجعل القضية الفلسطينية تتبوأ المشهد الدولي يعني بشكل كبير. وبالتالي هذا المؤتمر هي رسالة واضحة من أن الدعم الدولي أو الدعم العربي الحقيقي للقضية الفلسطينية ما زال في أوجه وما زال في قوته، ورسالة واضحة للجانب الإسرائيلي أنه لا حل ولا سلام في منطقة الشرق الأوسط إلا بإقامة الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية التي تم إقرارها في بيروت في العام 2002. طيب، يعني فيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للتأكيد على أهمية إحياء مسار التفاوض والتمسك بمبادرة السلام العربية. كيف ترى الجهود المصرية لترتيب البيت العربي من الداخل ولترتيب الجهود العربية فيما يتعلق بدعم مسار التفاوض ومسار السلام ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ طبعا يعني المفاوضات متوقفة منذ العام 2014، ومنذ تولي الرئيس السيسي في عام 2014 سعى وبكل قوته إلى أن يكون هناك مسارا تفاوضيا حقيقيا تسعى من خلاله الدولة المصرية إلى فتح مسارات حقيقية وجلوس الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة حوار واحدة ويكون هناك حلا سلميا، لأنه لن يستمر الصراع العربي الإسرائيلي إلى أمد الدهر. ومن خلال هذه الجهود سعت الدولة المصرية بشكل كبير ومن خلال العمل على تهدئة وترطيب وتلطيف الأجواء في ظل كمية المشاحنات والاعتداءات الإسرائيلية التي تمت على الجانب الإسرائيلي. ففي عهد الرئيس السيسي كان هناك ثلاثة اعتداءات على قطاع غزة ونجحت الدولة المصرية خلال الثلاثة اعتداءات في وقف إطلاق النار. الاعتداء الأول كان في عام 2014 واستمر لمدة 55 يوم ونجح المفاوض المصري الجيد والرشيد في وقف إطلاق النار، والأخرى كانت في عام 2021 وتحديدا في شهر مايو ونجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار ثم العمل على تثبيت وقف إطلاق النار ونجحت في ذلك انتقالا إلى إعادة إعمار غزة وتقديم منحة ال 500 مليون دولار. وأيضا يعني نتيجة هذه الجهود الكبيرة التي نجحت الدولة المصرية في القيام بها شاهدنا صور الرئيس السيسي ترتفع في كل أرجاء القدس كدلالة وفي غزة كدلالة واضحة على حجم المكانة الكبيرة التي نجحت الدولة المصرية في أن تزرعها في قلوب الأشقاء الفلسطينيين. والاعتداء الأخير كان في عام 2022 واستمر لمدة ثلاثة أيام، وأيضا جهود مصرية حثيثة ودؤوبة من خلالها نجحت في وقف إطلاق النار. هذا على مستوى الاعتداءات. أما على مستوى القمم وعلى مستوى اللقاءات الثنائية وعلى مستوى الأمم المتحدة والقمة العربية الصينية والقمة الأفريقية الأمريكية، كل هذا نجحت الدولة المصرية في أن تكون القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعرب دائما
ابدا ما تظهر ان القضيه الفلسطينيه لا يمكن ابدا ان يتم التخاذل في دعمها، تسعى بكل قوه الى ايجاد حل سياسي شامل لهذه القضيه. طيب يعني فيما يتعلق بالنقطه الهامه التي اشرت اليها دكتور حامد، وهو الدعم المصري للحوار الفلسطيني الفلسطيني، كيف ترى التحركات المصرية فيما يخص بدعم الداخل الفلسطيني والعمل على توحيد الصف الفلسطيني كنقطة أساس للانطلاق إلى أي مفاوضات مستقبلية للسلام مع الجانب الإسرائيلي؟ أشكرك يا أستاذ محمد على هذا السؤال، لأن هذا السؤال هو يعني غصة في قلوب العرب جميعا وليس في قلوب الفلسطينيين فقط، لأن الانقسام الفلسطيني الحاد هو ما أدى إلى ضعف القضية وضعف همة القضية الفلسطينية. الانقسام الفلسطيني أدى إلى أن تتحدث إسرائيل لدى المجتمع الدولي بأنها تتفاوض مع أكثر من طرف ولا تستطيع، ولن يكون هناك تفاوض مع الجانب الفلسطيني من خلال أكثر من طرف، وبالتالي توحيد المواقف الفلسطينية. نجحت القاهرة أكثر من مرة في جمع الفصائل الفلسطينية على الأرض المصرية، وكان آخرها وجود أكثر من 15 فصيل سياسي أتوا إلى القاهرة واجتمعوا، وأصبحت القرى في ملعب الفصائل التي عليها أن تتوحد، لأن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قبل الجهود المصرية الداعمة لوعد الفتنة الفلسطينية سيكون القرى في ملعب الفصائل التي عليها أن تسعى وبكل قوتها إلى أن يكون هناك توافقا حقيقيا في الداخل الفلسطيني، أن يكون هناك موقفا عربيا موقفا فلسطينيا موحدا، لأن هذا هو الأساس لأن يكون هناك تفاوض مع الجانب الأمريكي، لأن الإدارة الأمريكية دائما وأبدا هي المسيطرة على الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي إظهار أن هناك توافقا فلسطينيا هو النقطة الحاكمة في المشهد الفلسطيني. طيب فيما يتعلق بالمسار الإنساني لدعم قطاع غزة والتعهدات المصرية بدعم القطاع، كانت هناك أيضا دعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود الدولية لدعم هذا المسار، كيف ترى التعامل مع عملية إعادة إعمار قطاع غزة ودعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مختلف القوى الدولية للتعامل ودعم هذا المسار؟ نقطة مهمة جدا أيضا يا أستاذ محمد، لأن الدولة المصرية دائما طباقة في إيجاد حلول ترفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وهذا ما شاهدناه من تقديم منحة ال 500 مليون دولار وإعادة إعمار غزة وبناء الكثير من المدن السكنية لتعويضا عن ما قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بهدمه، ونشاهد الآن مدينة مصر داخل قطاع غزة كدلالة واضحة على أن الدولة المصرية لم تتخاذل. أيضا على المستوى الإنساني قامت مصر بفتح معبر رفح وتقديم الكثير من المساعدات العينية والأدوية ودعم القطاع الصحي من خلال إرسال الكثير من الأطباء المصريين لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وبالتالي لابد أن يكون هناك توافقا عربيا، لابد أن تقوم الدول العربية الأخرى بدعم هذه المبادرة لأنها مبادرة محمودة تسعى إلى السعي وبكل قوة إلى رفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، في ظل أننا نشاهد الآن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير المالية الإسرائيلي بالتأييد سموتريتش اتخذ الكثير من الإجراءات التي تقوض يعني عمل السلطة الفلسطينية من خلال حجب أكثر من 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية لدى الاحتلال الإسرائيلي. دكتور حامد، يعني دلالات تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس. طبعا نقطة أيضا مهمة جدا، لأن هناك محاولات حثيثة من قبل الجانب الإسرائيلي لتغيير ديموغرافية المنطقة سواء زمانيا أو مكانيا، والعمل وبكل قوة على أن يكون هناك تغيير ديموغرافي وضم الضفة الغربية بأكملها إلى إسرائيل، وبالتالي الوصاية الهاشمية لا يمكن أبدا أن يتم التلاعب في هذه الجزئية تحديدا على أساس أن هذه قرارات دولية وهي تسكن في عمق التاريخ وعمق الأرض، وبالتالي الوصاية الهاشمية والتأكيد المصري هو دلالة واضحة على أن هناك تنسيقا وتشاورا مصريا
أردنيا حقيقيا من خلال توحيد المواقف المصرية الأردنية الفلسطينية، وهو ما شاهدناه من خلال القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت بين مصر وفلسطين والأردن كدلالة واضحة على أن هناك دعما حقيقيا من قبل مصر والأردن وكل الدول العربية للأشقاء في فلسطين وإقامة دولتهم العادلة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية.